أصايب بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة معنا من برنامج أطايب. اليوم رح نعمل شغل بس للأطفال إن شاء الله، رح يلاقي استحسان جميع الأطفال. أول شيء رح نشتغل على شكل الطبق، والشغلة الثانية رح نشتغل على الفائدة اللي رح تعود على الطفل نفسه. نحن موسم مدارس، أطفالنا بحاجة إنه يتغذوا، هن بالذات ما بنقعد نفكر فيهم انه دسم وهذا، لانه حركتهم كثيره وبيحرقوا هذا الشيء كله. طبعا احنا هنشتغل على موضوع الصحه بشكل ممتاز باذن الله. اول شيء دغري رح نبدا على السريع، رح نحط، رح يكون معنا شعريه بالحليب، رح ناخذ زبده، رح ننزل عليها بالشعريه ونحمصها ونخليها لتاخذ لون بسيط، لانه هي اكثر شيء رح تاخذ معنا الشغل. الطبق الثاني رح يكون معنا البيض، عيون مقلي بس بطريقه كثير لطيفه للاطفال. رح ناخذ فلفل رومي احمر ورح نقطعه بهذا الشكل مقدار سنتي بهذا الشكل، رح ننظفها رح تكون معنا بهذا الشكل هيك. رح نحطها بقلب المقلاية الصغيرة بس شوي، وبعدين بنقلبها على الوش الثاني، ورح ناخذ دغري الوش اللي رح نحط عليه هاي بس مشان انه تستوي. طبعا هذا الرز شعرية معنا جاهزة، طبعا المعروف دائما رز بالحليب، رز بالحليب. اليوم احنا رح نعمل شيء جديد للاطفال. هلا الخطوة الثانية هي بعد ما تاخذ هذا الشكل هون هيك صارت مستوية، ناخذها كمان مرة ثانية على الشكل هذا على الوش الثاني. هلا رح نعمل كمان ساندويش بحيث انه حبايبنا الصغار هن رايحين على المدرسة يفطروا بالبيت وياخذوا معهم ساندويش على المدرسه. رح ناخذ الخبز العادي، دائما الاطفال نحن بنفرض عليهم خبز الصامولي، خبز الشيء البسيط. خبز الصامولي حلو وجيد، بس نحن اليوم بدنا نسوي لهم انه فينا نعمل ساندويش، ممكن ما نلاقي او تاخر البابا ما جاب لنا. رح نعمل هذه الخبزه ونشتغل عليها، رح نفتحها بهذا الشكل ونحط جبنة شرايح وعيننا على الشعيرية. طبعا هذا النوع من الأكل رح يحبوه الأطفال. هاي الساندويش رح تصير على مرحلتين، المرحلة الأولى اللي هي بدنا نحمر فيها الخبزة مشان تسيح الشوكولا، بعد من الجبنة، بعد من رح ننزل عليها بزبدة الفول السوداني. الشعرية صارت تمام، رح ننزل عليها بالحليب هلا، وهذه آخر حبة بهذا الشكل، وراح نمزج نغطيها ونحطها بالتوستر اللي هو هاي. هلا بننزل فوق الشعرية بعد ما اخذت اللون اللي بدنا اياه، بننزل بالحليب
حطينا شوية حليب، وهلا بنقلبها هاي. رح ننزل عليها بشوي من جوز الهند، نقوي الغاز شوي. ناخذ هلا معلقتين سكر، كبار ما يعادل 6 معالق صغيرة. رح ناخذ بولة صغيرة وندوب فيها شوية نشا. ناخذ معلقة نشا كبيرة وندوبها بالحليب. ما بنحسن نحط النشا دغري على الأكل السخن مشان ما يكبتل معنا. رح ندوبهم بهالشكل هذا. خليها لتغلي منيح، هي وعم تغلي هلا بننزل عليها شوية زبيب. الزبيب كتير منيح، في طاقة كتير حلوة للأطفال. بننزل بالفستق الحلبي، هذا الأكل رح يحبوه كتير الأطفال. هلا بننزل بالنشا، نحن عم ننزل بنحركه مشان ما يكبتل. هلا هيك نحس انه ربط بهاي الحالة. دغري بنجيب هلا البولة اللي بدنا نحط فيها. قبل ما نفضيها رح نحط لها شوية كريمة، كريمة فريش تقريبا نص كوب من الكريم الفريش. بنحركه بهالشكل، وهيك صار معنا عواد رز بحليب، شعرية بالحليب. طبعا فيها نشويات، فيها بروتين، فيها فيتامين، فيها كل العناصر اللي بتفيد الطفل. بعد ما نخلص من اخر شيء بنزينها. هلا هذه طبقنا الاولاني صار جاهز. نيجي بناخذ منديل صغير نمسح فيه زبدة، نمسح وناخذ حبة بيض وبنحطها بقلب بهالشكل. نحن بنشتغل على الشكل للطفل بحيث انه يحب ياخذ هذا الشيء. السندويشة تبعيتنا جاهزة. بهالحالة رح نوقف هلا شوي ونعمل نوع من الحلا. قصيناه بهذا الشكل، ما بدنا اياه احنا شكل انه مستقيم. في الميل رح نشيل البزر، صارت معنا جاهزة. رح نجيب سكر، او هي نفسها نلكها بالسكر.
نجيب قصدير تمام. خلينا بنرتب التفاحة مثل ما كانت. هذا سفلة هيك، بعدين بنحط الجزء الثاني، رح نحط له بيناتهم شوي من جوز الهند، ونرجع بنرتبهم مثل ما كانت التفاحة. ورح نسكرها بهذا الشكل ونحطها بالفرن. تاخذ معنا وقت مو كتير، نجي هلا بنرجع بنشتغل على السندويشة تبعيتنا. لازم نبدل البلانشة، نشيل البيضة، صارت عندنا السندويشة جاهزة. رح نقطعها بهذا الشكل. مثل ما شايفين حبايبي الاطفال، هيك صارت السندويشة. رح نعمل هلا على الشكل هذا، خليه بس نحطه شوي بالفرن كمان. رح ناخذ زبدة الفول السوداني ونعمله، ورح ندهن عليها من فوق. طبعا فول السوداني كتير 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 مفيد للأطفال، فيه عناصر طاقة، فيه كربوهيدرات، وبنفس الوقت فيها جبنة الكالسيوم اللي يعني عظام الأطفال وبنية الجسم نفسه. هيك هي الساندويشة معنا جاهزة كمان. هلا بناخذ الطبق اللي بدنا نقدم فيه نحن. لا خليكم عندي. وهلا الخطوة اللي بعدها راح نحط في معنا بيض مسلوق لسه، هلا بنسويه مع بعض. حبايبي خلينا ناخذ فاصل ثواني وبنرجع مع بعض ان شاء الله. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين، البيض هذا صار جاهز معنا، خلينا نصبه. رح نسوي على السريع كمان حبة بيض تانية مثل نفس الطريقة الأولانية. رح ناخذ منديل صغير، رح نحط شوية سمنة، عفوا زبدة، وهذا الطبق الثاني صار جاهز معنا. لسه ما زينا شيء، رح ناخذ حبة فلفل أصفر كمان على سماكة سنتي، ورح ننظفها بهالشكل. بنحطها هون، خليها لتحمر شوي،
بهذا الوقت رح نزين الشعيرية بالحليب، رح نزينه بالحليب المكثف، صار طبقنا هذا جاهز. رح نحط له شوي من الفستق الحلبي على وشه وشوي من الزبيب. الأطفال بيحبوا الشغلات الحلوة بس مو كتير يعني أوفر، مشان هيك أكتر شي بيشدهم الشوكولا، يعني مشان هيك مو إنه هن الأطفال بطبعهم بيحبوا الشي الحلو الحلو كتير. طبعا هذا طبقنا الثاني جاهز. هلا رح نسوي البيض المسلوق. البيض المسلوق رح نسويه بهذا الشكل. رح ناخذ حبة البيض، طبعا ما رح نرمي منه شيء، بس انه رح نزينه بس مو اكثر، بحيث انه الطفل هو وطالع من البيت ياخذه. رح ناخذ حبة البيض ونقصها من تحت بهالشكل بطريقة مايلة، طلعت عنا هذه. بناخذ نعمل لها تم بهالشكل ونحطها كمان فوق منها. رح ناخذ حبة زيتون وناخذ مشان نرسم له تمه للضفدع. سامع صوت البيضة هونيك جاهزة، نقلبها هذه كمان. رح نعمل له عيون بس هيك فتحة صغيرة براس السكين. أول شي بناخذ هاي الفتحة اللي قصيناها، كبيرة. وشغل الأطفال ممتع بالنسبة لي، أنا عملت برنامج برمضان للأطفال وكانوا مشاركين فيه، بقى عندي كتير من أصدقائي الأطفال. هلا ناخذ حبة خيار، سمحت جديدة بهالشكل، هنحط الضفدع هون. رح ناخذ هذا الشيء اللي زاد، رح ناخذ نص حبة طماطم صغيرة ونحطها فوق منها ونحطها قدامه. ورح ناخذ الزيتونة كمان اللي زادت نحطها هون ونقول له للطفل لازم ياكلها. إذا أكل الطفل حبة زيتون واحدة باليوم صدقوني رح يريحكم لشهور مو ل طبعا أنا عملت طبقين بهذا الشكل. هذا طبقنا الثاني جاهز. التفاحة طبعا بالفرن اللي أنا حاططها مالي خايف منها. التفاحة طبعا مثل ما لاحظتوا أعزائي إنه أنا حطيتها بقشرة، طبعا بعد ما نظفتها وحطيتها بقشرة. بسم الله. حطيتها بقشرة، لفيتها وحطيتها، وحطيت لها شوية سكر وحطيت لها شوية جوز هند، بس ما حطيت لها شيء تاني. يعني السبب إنه لفيتها مشان ما تفقد أي شيء من قيمتها الغذائية. يعني دائما الغذاء بالتفاح او بالخيار او بالجزر اللي هو تحت القشرة على طول، حتى البطاطا نفس الشيء. يعني اذا البطاطا بنغسلها بشكل مزبوط 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 وبنقطعها وبنقليها صدقوني احسن من انكم تقشروها وتروحوا نسبة الغذاء تبعها بتصير فيها نسبة النشويات اكثر. رح نحطها كمان شوي بالفرن ونشوف تفاحتنا. لا لسه. طبعا التفاحة هي الوحيدة اللي بتاخذ وقت معنا بهذا الشغل. التفاحة طبعا انا بنصح فيها انه تكون
فترة الغداء أو بعد الغداء للأطفال. طبعا الفواكه أفضل بالنسبة للكبير وللصغير إنه ياخده قبل الأكل. إحنا بمجتمعنا العربي أو بعالمنا العربي دائما نتحلى بالفواكه بعد الغداء، وهذا الشيء مو مزبوط. الأفضل إنه يكون قبل الأكل على القليل بنص ساعة. اليوم كان معنا فطور لحبايبنا الأطفال عبارة عن الكون طبق طبق، وشو القيمة الغذائية اللي رح نحن نحصل عليها. طبعا هذا ساندويش ممكن ياخده مع الطفل على المدرسة، نحطه لها بلانش بوكس صغير. طبعا الأطفال كتير منهم بيحب يأكل شوكولا، بيحب يأكل الحلويات يلي هي من السوق. احنا ممكن انه مو نضحك على الطفل، لانه كلمة انه نضحك على الطفل حرام يعني، بس انه ممكن انه ننزل شوي لمستوى تفكير الطفل ونقول له انه رح نسوي لك شيء كمان طيب. الأطفال طبعا بيحبوا الأجبان بس بيهربوا من الحليب اكثر. الحليب بامكاننا انه نحن نسوي لهم اياه بطريقه كمان كثير حلوه، انه ممكن انه نخلطه مع بعض الفواكه او نضيف عليه شغلات ثانيه مثل المكسرات او الشوكولا، حتى نحط لهم بودره الكاكاو. كان معنا اليوم ساندويش جبنه الشيدر مع زبده الفول السوداني. هاي ممكن انه نحن حتى هذه لحاله ممكن هذه نسويها ونحشي بيناتهم طبقات من الخيار او الطماطم. الخيار، الطماطم، النعنع، الشغلات الخضراء هذه كلها مفيدة للأطفال. كان معنا كمان بيض مسلوق، عملنا له اياه بهالشكل بحيث انه يتفرج عليه يستمتع. اكل البيضة هو ومبسوط وما عم يتأفف وما عم ترقد وراء امه بالبيت. عملنا له كمان بيض مقلي بطريقة جدا هيلسي ما فيها زيوت، بنفس الوقت انه فيها بروتين وفيها فيتامين. البروتين اللي هو عبارة عن البيض إن كان البياض أو الصفار، عملنا له الفيتامين اللي هو عبارة عن الخضار اللي هي الفلفل الرومي. في فيتامين سي مفيد جدا للأطفال، بتعرف أطفال عم تلعب مع بعضها، بنخاف من الزكام وهالأمور هذه، حر وبرد وبرد وحر بالنسبة للطفل هذا كله رح يساعده. هلأ رح نطلع التفاحة مع بعض ونشوفها، بحيث إنه حتى لو ما شفتوها بشكل انه مستوي انا رح اقول اذا مستوي ولا لا، ما رح اخبي عليكم. بس لقلكم شلون رح نقفلها للتفاحة باخر شيء. البيضة مستوية، خلينا نطلع البيضة اول، ناخذ صحن. لما نطلع هيك حالة بيكون انه عملنا للطفل الشيء اللي هو بيحبه بنفس الوقت اللي احنا رضيانين عنه، انه طعمنا اكل صحي. يعني عم يقعد الطفل بالمدرسة ساعات طويلة، حقه علينا انه نعمل له شيء يخليه. طبعا البيض لازم مشان يكون فعلا مفيد للطفل ما يكون سيء، لازم يكون اخذ السوى تبعيته. طبعا في بالبيض اللي هي بنخاف احنا منها السلمونيلا. السلمونيلا بتمو على درجة حرارة اللي هي 70 درجة بتموت يعني، فمشان هيك احنا بنحاول انه نطبخ البيض بشكل جيد. هلا احنا خلينا نرتب صحوننا، هذا هون هذا هون هذا بهذا الشكل وهذا هيك. صفيت التحلاية تبعيد بعد العشاء. احنا عندنا نوعين تحلاية، عندنا التفاحة وعندنا الشعرية بالحليب. هلا بناخذ التفاحة والله شوفوا هي بقيالها تقريبا بحدود الخمس دقائق بتكون جاهزة. شايفين مية التفاحة
هلا بقى بنشتغل على تزيينة. عندي انا شوكولا او الكريم وين حطيته لكم. هذا اول شيء، بعدين نيجي بنحط عليها الحليب المكثف. طبعا انا اخترت التفاح الاخضر لانه فيه عناصر غذائيه جدا رائعه. رح ناخذ شوي من الفستق الحلبي ونفرمه. بهالشكل هذا. على فكرة وجبة الفطور كتير كتير منيحة للكبير وللصغير، بس للطفل لأنه بالمدرسة كتير بيحرق إن كان بالدراسة أو إن كان باللعب، يعني رياضة وأصحاب وكذا. هذا الشيء كلياته بيأثر على الطفل نفسه. هلا رح نبدأ في الصحن. وهيك بيكون معنا الحلى تبعنا. ممكن نعمله بالكمثرى، ممكن نعمله بالدراء اللي هو الخوخ، اي نوع من الفواكه ممكن نسويه. الحلقه الثانيه او في حلقات ان شاء الله الثانيه رح نسوي للاطفال كمان انواع من الحلى، اللي هي كثير اولاد صارت تهرب من الفواكه. ممكن نطعمين اياها بحجه انه هي ايس كريم، مثل الايس كريم، بحيث انه هو رضيان ونحن رضينا على اللي عم نعمله اتجاه اطفالنا. يا ربي يحفظ كل اطفالنا وربي يفرجها على اطفالنا بالشام. وشكرا كثير لكم. ايس ايس